بسم الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالسيد الوالي وبالإدارات المرافقة، وأرحب بالسيدات والسادة الحضور جميعا. جاء في كتاب ابن الكثير قصص الأنبياء أن أبانا آدم عليه السلام كان ينعم بنومة هنيئة تحت شجرة وارفة بجنة الرضوان، فلما شعر وخزاً خفيفاً بضلعه استيقظ فوجد عند رأسه مخلوقاً جميلاً رائعاً مدهشاً، فسأل: من أنت؟ قالت: أنا حواء. قال: ولأي شأن خلقك الله؟ قالت: خلقني لأكون مؤنستك وزادك في وحدتك. كان الله سبحانه وتعالى قد خلقها من ضلعه، لم يخلقها من رأسه كي لا تتعالى ولا تتكبر عليه، ولم يخلقها من قدمه كي لا تدوسها الأقدام، ولكنه خلقها من ضلعه كي تكون مساوية له، ولكي تكون أقرب إلى أعز مكان في جسده وهو قلبه. كان ربنا قد كتب في لوحه المحفوظ أن هذان المخلوقان سينزلان إلى الأرض التي كان قد أعدها لهما سلفا. كان قد كتب في لوحه المحفوظ أيضا أنهما سيخوضان معترك الحياة وسينجبان هذه البشرية الزاخمة. ولكن حواء كانت ماكرة من بدايتها، فخططت لأن تعيش على هذه الأرض بحب، ولذلك سرقت من الجنة عصفورا أخضر طائرا جميلا رائعا كان يزقزق فوق تلك الشجرة التي شهدت خلقتها الأولى، خبأته في قلبها كي لا تراها الملائكة، ولأن الله رآها غض طرفه عنها كي نعيش نحن والرجال بحب. أيها الرجل، أنت أبي وأنت أخي وأنت زوجي وأنت ابني، لذلك يستحيل أن يكون لي عيد أنت لا تكون فيه. أنا لا أعترف بهذا العيد وقلتها سابقا، أنا أيامي كلها أعياد، كل صباح أنهض فيه لأخوض معترك الحياة فهو عيدي، كل يوم أقدم فيه تضحياتي لزوجي وأولادي هو عيدي، كل يوم أخدم فيه وطني من موقعي كمعلمة على مصطبة أفتح قلوب هؤلاء الصغار لأحشوها أحلاما وردية هو عيدي، كل أمسية أتأخر فيها عن الوصول إلى بيتي لأني أنتظر طفلا ثقيل الكتابة أن ننهي درسه هو عيدي. لذلك أسألكم بربكم، هل يكفي أيام الأعوام كلها أن أحتفل بكل ما أقدمه لهذه الحياة من عطاء؟ لا أظن. أنا لن أهنئ كنا، ولكني أهنئ سادة الرجال. هنيئا لكم يا رجال، لأننا موجودون في حياتكم. لولانا لما كان الشعر فأجمل ما قيل هو ما قيل في النساء، ولولانا لما كان الفن فأجمل ما رسم هن النساء، ولولانا لما كان الجمال فماذا كنتم ستكونون بدوننا؟ ارتجلت هذه الكلمات اليوم لأني فرحة جدا بهذه الدعوة الكريمة من دار الثقافة. أتقدم بالشكر الجزيل للشاعر، طبعا أنا أحب أن أوصفه بشاعر أولا، أستاذنا رابح ضريف على هذه الدعوة الجميلة. وسأقدم قصيدة فصيحة تحاورت فيها مع جني الشعر الساكن بوادي عبقر. واد عبقر هذا واد عرفته العرب، كان تسكنه الجن، فلما طرقت بابه من أجل أن أقول شعرا كان لي هذا الحوار وهذا الجني. قلت: وكأن عبقر قد تنادى جنه: ما للمها ولمارد جبار، عودي عودي فباب الشعر دونك مصد، لا تقرعي قد تعجلي بدماري، لن تبلغي من جاد الزمان بمثلهم من أخطل وفرزدق ونزار، وشواعرا خضن العراق بهمة كتماظر وجليلة ونواري، عودي لخدرك كالنساء وتذللي، ودعي البحور لسيد الإبحار،
وبعض ضلالة، وهو الغواية حففت بالنار. وجع اليراعة لم يفل عزيمتي، فالقول قولي والقرار قراري، لا مستحيل تنحني له هامتي، وأنا العنود سليلة الأحرار. فهواجسي منذ الطفولة تحتفي بأنوثتي وبسحرها المعطار. ولكل عصر في الدهور نساؤه، ما بالذكورة صحة المعيار. كعبية الأشواق مشرقة الرؤى، شدوي الحنين لرقة المهيار. وهواتف الأسحار تجبر خاطري، تحمي القصيدة دونما إسراري. وإذا العدا حملوا علي فسللته، فالشعر سيفي توأم البتار. وهو البراق إذا جيادي قد كبت، أعجل به من أدهم طيار. قوسي المتينة قد تصيب مقاتلا، وسهام لفظي قد براها الباري. تكلامة لا تنتهي ترسانتي، جهبيدة لا تزدرى أفكاري. جهبيدة لا تزدرى أفكاري، فاسلم لي الطوع الذليل أو انحني، وانفذ بروحك دونما أضراري. فأنا أقود الحرف ملء جوانحي، ويل لكم من جيشه الجرار. أتمنى أن أكون خفيفة الظل على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.